أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية منها وحتى الدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة إيلاف، ومقال بعنوان الهجرة البيئية في العراق والعواقب السياسية والاقتصادية وحتى المجتمعية. يقول المقال: العراق ومنذ عدة سنين بدأ يعاني بشكل متزايد من الجفاف وتناقص مستويات المياه وقلة الأمطار، إضافة لظاهرتي التصحر المتزايد والتغير المناخي، حيث إن العراق وشعبه في مقدمة الدول التي تعاني من هذه الظواهر الطبيعية. كل هذا أدى إلى أزمة بيئية حادة لها نتائج سلبية على سكان العراق بشكل عام، وكذلك على الاقتصاد العراقي الذي يعاني بالأساس من عدة عوامل أخرى تعيق نموه واستقراره. وأدت كل هذه العوامل إضافة إلى ازدياد الملوحة والتصحر إلى تشريد المزارعين ومربي الحيوانات والأسماك من أراضيهم الزراعية ومراعيهم حتى إلى المراكز الحضرية التي تعاني بالأساس من تزايد أعداد سكانها ومشاكل اقتصادية أخرى وفي الخدمات كذلك. بالنسبة لإيران، فإنها قد حجبت في السنين الأخيرة المياه كلياً أو جزئياً عن روافد نهر دجلة، وكمثال فإن نهر الزاب الصغير الأسفل، وهو أحد الروافد الرئيسية لنهر دجلة، قد تم خفض مستوى جريان المياه فيه في السنوات الأخيرة إلى نحو 70% تقريباً من مستويات العقود السابقة، إضافة إلى افتقار العراق إلى أنظمة حوكمة فعالة لإدارة المياه والاستخدام غير الرشيد للمياه من قبل القطاعات الزراعية والصناعية والتجمعات السكانية، ما قد زاد من الضغط على الموارد المائية المحدودة. إن الانخفاض المستمر لمستويات المياه في العراق له تأثيرات مدمرة على قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، والتي هي مصدر رزق لملايين العراقيين، إضافة لكونها قطاعات اقتصادية مهمة وممكن أن تسهم إذا تم استغلالها بشكل علمي ومدروس بتنويع مصادر الواردات للدولة للابتعاد عن الواقع الريعي الحالي، حيث أن واردات العراق اليوم تعتمد بنسبة تفوق 90% على واردات النفط. وتحت عنوان ارتفاع الدولار في العراق، تحذير من شحة الدينار ورواتب الموظفين مهددة، نقرأ تقرير للكاتب حمزة السلام نشره موقع ألترا عراق. يقول الكاتب: لم تستطع حكومة محمد الشيعة السوداني حتى الآن من إنهاء أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار، إذ عادت الأسعار إلى الارتفاع مجددا في السوق على خلفية العقوبات الأمريكية التي صادرت مؤخرا بحق 14 مصرفا عراقي. ويرى خبراء اقتصاديون أن إجراءات حكومة السودان لمنع تهريب الدولار شكلية، وتتهم الولايات المتحدة مصارف عراقية بعينها بتهريب العملة الصعبة إلى إيران وحتى إلى سوريا، فيما لا تمتلك السلطات العراقية أجوبة واضحة عن الكيفية التي يتم فيها تهريب الدولار بما بها من بعد إجراءات عديدة صدرت مؤخرا في الأشهر السابقة. أسعار صرف الدولار ترتفع بحرية كاملة بعد الضربة الأمريكية الموجعة للنظام المصرفي العراقي. حكومة السودان يجب أن تتفهم أن الولايات المتحدة تتعامل اليوم مع العراق كذراع اقتصادي لدول تحت طائلة العقوبات الأمريكية، وهذا ما يفرض على الحكومة أن تعيد النظر بكافة الإجراءات التي اتخذتها مع المركز العراقي. أما عن الإجراءات الحكومية التي أعلنتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي لمنع تهريب الدولار، يصفه التقرير بالشكلية، مبينا أن تلك الإجراءات فيها العديد من الثغرات التي تم استغلالها بشكل كامل في تهريب العملة الصعبة وضرب الدينار والاقتصاد العراقي بمقتل. والحكومة العراقية أمام مفترق طرق اليوم، فإما أن تعيد تأهيل وتنظيم القطاع المصرفي وقطاع السوق بطريقة تحفظ فيها أموالها وتخلصها من التبعية الاقتصادية لدول أخرى، أو إبقاء حالة البؤس الاقتصادي كما هي عليه وتقبل الصفعات الأمريكية بصبر وروح رياضية.
يقول الكاتب سمير داود حنوش في مقال نشره موقع ميدل إيست أونلاين أن الحكومة في العراق تبدو عاجزة عن كبح جماح ارتفاع سعر الدولار من خلال قرارات ترقيعية وليست واقعية، حيث يقول الحكومة العراقية تبدو عاجزة عن كبح جماح ارتفاع سعر الدولار من خلال قرارات ترقيعية وليست واقعية. يقول السياسة والاقتصاد في العراق على شفا جرف قد ينهار بصاحبه في أي وقت ممكن. الهزات الارتدادية على الاقتصاد العراقي التي أحدثتها العقوبات الأمريكية على 14 مصرفا عراقيا، وقبلها بأسابيع كانت العقوبات على 4 مصارف مرتبطة بعمليات غسيل أموال وتهريب الدولار، توحي أن واشنطن ماضية إلى فرض الوصاية على الاقتصاد العراقي من خلال عقوبات قد تشمل مصارف أخرى في قادم الأيام، وهذا ما أدى إلى تصاعد الطلب على الدولار في الأسواق المحلية وارتفاع سعره. يبدو أن الحكومة العراقية عاجزة عن كبح جماح ارتفاع سعر الدولار من خلال قرارات ترقيعية وليست واقعية ترتقي بحجم الكارثة في انهيار العملة العراقية. التوقعات تشير إلى نية البنك المركزي العراقي الاتجاه لطباعة العملة العراقية بحجة نقص السيولة النقدية، وهو ما يزيد من حجم الارتداد العنيف للواقع الاقتصادي المرتبك أصلاً بفعل الفوضى والإرباك السياسي. نشرت مجلة تايم الأمريكية مقالاً للصحفية ياسمين سرحان تحدثت فيه عن آثار التعديلات القضائية المثيرة للجدل في إسرائيل على الفلسطينيين، وجاءت المعارضة للقانون هذا من آلاف الإسرائيليين الذين خرجوا للشوارع على مدى 29 أسبوعاً متتالياً ورأوا فيها المسمار الأخير في نعش الكيان. وتقول الكاتبة في الوقت الذي ظل الجدال مستمر بشأن التعديلات القضائية متركزاً على الأثر الذي ستتركه على الأعراف الديمقراطية وموقع إسرائيل كذلك الدولي، إلا أن اهتماماً أقل منح لما سيفعله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشركاؤه كذلك في الائتلاف من اليمين المتطرف عندما سيعززون من قوتهم. الخبراء الذين تحدثت معهم تايم قالوا إن توسيع طموحات القوميين المتطرفين بالتوسيع الاستيطاني غير المقيد وربما الضم لضفة الغربية من طرف واحد قد يكون أمراً آخر. ونقلت المجلة عن المحللة في مجموعة الأزمات الدولية ميراف زونزين قولها إن إضعاف المحكمة العليا يعني التقدم في الضم الإسرائيلي ومنح المستوطنين والجنود حماية من العقاب. وتقول عائدة طعمة سلمان البرلمانية في الكنيسة عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إن التركيز الأساسي للتعديلات القضائية هو الضم والسيطرة على الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية. وقالت للمجلة يريدون تحييد المحكمة العليا لكي لا تنتقد أو تحكم على قراراتهم التي سيتخذونها. وتعلق سرحان أن التداعيات للتعديلات القضائية على ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي اليوم لم تظهر إلا في النادر أثناء الاحتجاجات ضد الحكومة. حول المسار العصي لإعادة بناء الدولة المؤسسات في ليبيا كتب محمد مالكي مقالا نشره موقع عربي 21 جاء فيه انتهى أكثر من عقد من الزمن على سقوط نظام الجماهيرية في ليبيا في 2011، وما زال الليبيون يصارعون من أجل تيسير ظروف التوافق على طبيعة الدولة ونمط السلطة ونوع المؤسسات كذلك التي يمكن بناؤها لإخراج بلدهم من حالة الصراع والاقتتال وخطر التفكك الذي يواجهه المجتمع بكامل مكوناته ومختلف روافده القبلية والجهوية الليبية. فقد ورث الليبيون أوضاعاً سياسية وأخرى مؤسساتية موسومة بالضعف والوهن ومفتقدة تماماً للمتطلبات الدنيا الواجبة لقيام الدولة المعاصرة. لعل من اللافت للانتباه في ليبيا ما بعد 2011 العودة القوية للنزعة القبلية وتعاظم أدوار الموالين لها،
فمن المعروف أن القبلية ظلت حية ومستمرة خلال النظام الجماهيرية حين وظفها معمر القذافي واستثمر مخزونها الرمزي ضمن توازنات خاصة باستراتيجية النظام، غير أن عودة القبلية بعد سقوط النظام عام 2011 اكتست أبعاداً خاصة حيث أصبحت وقوداً للاقتتال الداخلي وبناء التحالفات والولاءات الضيقة وتكريس نزعة المحاصصة التي دبت في المجتمع الليبي، والأخطر تعدت الحدود الوطنية لتنسج علاقات خارجية وولاءات دولية، وهو ما ساهم في إضعاف هوية ليبيا ووحدتها الوطنية. حذرت من مجموعة من التحديات التي تعترض مسيرة ليبيا لبناء دولة المؤسسات، ومنها على وجه الخصوص هدر النفقات والمصاريف للمؤسسات القائمة والمنشأة التي تشمل التسيير والمرتبات والأجور، والإسهاب في التوظيف والإفادة داخلياً وخارجياً، وترسانة القرارات الإدارية والإجراءات المضادة من قبل الحكومات المتعاقبة، علاوة على التمرد على المسؤولين والتحجج بالانقسام السياسي وتحدي أحكام المحاكم والقضاء والقرارات الصادرة. أما الآن نتابع وإياكم الكاريكاتور. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. يتناول الخبير رامي سلامة في معمل ترميم فيها المكتبة الخالدية مخطوطاً قديماً من الخزانة للعمل عليه بعد أن انتهى من ترميم 1200 ورقة أخرى في إطار عملية رقمنة مخطوطات نادرة توثق جزءاً من تاريخ مدينة القدس، وتمثل هذه الأوراق 18 مخطوطة يتراوح عمرها ما بين 250 و300 عام. رممها سلامة خلال العامين ونصف العام الماضيين في المعمل المؤلف من غرفة صغيرة تعاني من الرطوبة، وتعود تلك المخطوطات له 3 مكتبات فلسطينية خاصة في القدس الشرقية المحتلة، هي الإبديرية وإسعاف النشاشيبي والخالدية التي لها الحصة الكبرى منها 11 مخطوطة. في هولندا قال خفر السواحل الهولندي إن حريقاً اندلع الأربعاء في سفينة قبالة الساحل الهولندي وعلى متنها قرابة 3000 مركبة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين. واندلع الحريق في السفينة فيرمانتل هاي واي المسجلة في بانيما، ويبلغ طولها 199 متراً، وكانت في طريقها من ألمانيا إلى مصر، وأجبر الحريق العديد من أفراد الطاقم على القفز منها للنجاة بأرواحهم. وأوضح خفر السواحل أن
سفن الإنقاذ أخذت ترش الماء على السفينة المشتعلة لإخماد النيران، لكن الكثير من المياه قد يؤدي إلى إغراقها. وقال خفر السواحل إن السفينة في مانتل التي غادرت ميناء فريمر هافن تم قطرها بعيداً عن مسارات الشحن ويمكن أن تغرق، وكانت تبعد 27 كيلومتراً إلى الشمال من جزيرة آميلاند الهولندية عندما بدأ الحريق. أما الآن نتابع وإياكم فيديو اليوم. Avec le drone passager, on a transporté 10 poches de sang. C'est la première fois qu'on a pu faire ça dans l'Union européenne. Et ça donne beaucoup de réflexion, de feedback pour améliorer les solutions vers le futur ensemble avec les autorités. Aspect extrêmement important de ces drones, c'est qu'ils peuvent intervenir directement sur des scènes d'accident, par exemple, amenant l'équipe médicale en même temps que les produits sanguins nécessaires pour l'intervention, puisque ça, c'est une évolution de la transfusion pour le moment, surtout pour les polytraumatisés, où les poches de sang, lorsqu'elles sont administrées dans les 15 minutes, les 20 minutes après l'accident, pour ces personnes qui ont perdu beaucoup de sang, ben, ça augmente les chances de survie de 50 à 100%. إلى اللقاء.